نهضروا على عيد الحب. عليكم السلام. عيد الحب، الحب كما كنعرفوا كاملين كبرنا فيه، و يعني وسط عائلتنا وسط هذه، يعني من عقلت راسي كنسمع الحب، يعني شي حاجه زوينه وفطره فينا يعني الحب لا ما كانش ما كاين والو. غادي تحتفل هذا العام بعيد الحب ولا لا؟ طبعا انا ديما محتفله به، ملي كتدخل وكتلقى شي واحد كتلقاه في الدار كيبغيك او كتبغي، كتلقى جيرانكم كتلقى، هذا الحب ضروري خصنا نحتفلوا. غير من هذا العيد ملي كنركزوا 14 فبراير يعني كنتذكروا الناس اللي كنبغيو، كنقولوا اه يعني فلان وحنا شويه كنبغيو وكنعرفوا اصلا واش كنبغيو، يعني شي حد معين ولا هذا. اما لما كيفاش قلتي نحتفل، ما يمكنش ما نحتفلش. كاين شي واحد غادي تحتفلي معاه هذه السنه ولا كتحتفلي مع العائله اون جينيرال؟ وعائلتي طبعا هي اول واحد، هي اول شخص في حياتي عائلتي هذه الساعه، ما كاين حتى شي واحد من غير عائلتي. شكرا. لا شكرا على وجهك.